السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض النهاردة أول سكشن عملي في الهارت. موضوعنا عن الفروجز هارت. تجربة الفروجز هارت الإكويبمنتس اللي بنحتاجها الديسكشن سيت، لأن احنا بنعمل تشريح للفروج وبنحتاج الكايموجراف، الجهاز اللي متكون من درام بتلف بسرعة معينة احنا اللي بنعمل لها سيتنج، وهي بتلف في قلم بيرسم كيرف على الدرام دي وهي بتتحرك، القلم بيطلع وينزل والدرام بتتحرك تحتيه فبيبتدي يرسم الكيرف شبه اللي كنا بنعمل عليه السيمبل ماسل تويتش بتاع النيرف ماسل اكسبيرمنتس. تمام. بينز طبعا الدبابيس اللي بنثبت بيها الفروج بتاعتنا، وبنحتاج الرينجر سولوشن وخيط ودروبرز قطاره. هدف الاكسبيرمنت حاجتين، اول حاجه ان احنا بنحدد البيس ميكر بتاعه الفروجز هارت موجوده فين، وهي نورمالي موجوده، يعني هي في الفروج موجوده في مكان اسمه ساينس فينوسس. تمام. مش موجودة زينا كده في الاتريوم، في لان الفروج عندها اللي هو الساينس فينوسس ده اللي بيستقبل الفينس ريتيرن، وهو ده المكان اللي فيه الايه البيس ميكر اوف ذا فروجز هارت. تمام. تاني حاجة بنعرفها هو الايفكت اوف تمبريتشر على الهارت ريت. طيب نبتدي الاول بتجربة تحديد البيس ميكر اوف ذا فروجز هارت. الصورة اللي قدامنا دي هي صورة الفروج وهي معمول لها ديسكشن. المفروض انه الديسكشن بتاعنا بنعمله زي ما احنا شايفين كده، احنا الاول بنعمل بيثنج للفروج وخدنا البيثنج طبعا قبل كده، وبنثبتها على ظهرها على الكورك ونثبت بدبابيس، وبعدين بنيجي عند الشست هنا وبنفتح فتحة في السكين من بره بالمقص وبنطلع الاسترنم ونقصها، بيتكشف قصادنا الهارت. بعد فتح البريكارديوم بيتشد الهارت بالفورسبس لفوق ويتعلق بهوك زي ما احنا شايفين كده. الهوك ده متثبت في الدراع اللي بيرسم على الدرام. تمام. فبيبتدي الهارت كل ما يعمل كونتراكشن يشد على الهوك ده، فيشد على الدراع دون فيرسم خط. تمام. او يرسم كيرف، وبعدين لما يعمل ريلاكسيشن. البروسيدير بتاعتنا اول حاجة هنعمل البيثنج والديسكشن زي ما قلنا، تاني حاجة هنبتدي نريكورد الهارت بيتس على الدرام، المفروض تكون سلولي روتيتنج، بنظبطها على سرعة قليلة، ونبتدي نشوف الهارت ريت بتاعتنا بتاعت الفروجز هارت يعني. بعد كده الستيب اللي بعد ما نسجل النورمال بيتس هنبتدي نحط وورم رينجر. احنا عارفين ان الرينجر سولوشن ده اللي بنستخدمه للفروجز بريباريشنز بشكل عام، هنحط منه بدرجة حرارة دافية شوية عند 38 ونصبه على الهارت كله. تمام. بعد ما نعمل كده طبعا هيسجل كام هارت بيت، هنشوف اذا كان في تغير ولا لا. بعد كده هنوش او هن bring back temperature عن طريق ان انا اصب تاني شوية رينجر بس normal temperature على room temperature. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي نقارن اللي حصل، هنلاقي ان الوارمينج زود لي الهارت ريت. انا كده صبيت warm رينجر على الهارت كله فالهارت ريت زادت، وبعدين رجعته تاني للنورمال تمبريتشر الهارت ريت هترجع طبيعية. طب ده ايه علاقته بان انا احدد البيس ميكر؟ انا لحد هنا لسه ما حددتش البيس ميكر، انا بس اتأكدت انه ايه الوارمينج بتاع الرينجر اثر لي على الهارت ريت. هشوف بقى لو حبيت اورم كل جزء في الهارت لوحده، مين الجزء اللي لما يتعمل له وارمينج هو اللي فعلا بيغير الهارت ريت. فهنلاقي ان انا لو عملت الوارمينج ده عند الساينس فينوسس الون، يعني سخنت الساينس فينوسس لوحدها بان انا احط الورم رينجر بدل ما اصبه على الهارت كله احمي الهارت بتاعي كده صب من فوق، لا انا هصب تحت خالص بحيث انه الورم سولوشن يبقى يدوبك على الجزء اللي ماسك في الـ لسه في الفيسلز.
تمام، اللي هو البيز اوف ذا هارت، انا المفروض اللي انا شداه لفوق وكنت معلقاه بالهوك ده الايبكس خلاص، اللي هي احنا كده الهارت بتاع الفروج مقلوب. تمام، لو رجعتوا للسلايد اللي فيها البريباريشن هتلاقوا الهارت مقلوب، لما دخلوا تاني في الفروج هيبقى الايبكس دي لتحت. طيب يبقى انا دلوقتي بعمل ورمنج لايه؟ بعمل ورمنج للجزء اللي جوه اللي لسه في التشست بتاعها، اللي هو البيز اوف ذا هارت. تمام، طيب بعد ما بعمل كده برجعه برضو للنورمال، بشوف التأثير وارجع ارجعه تاني للنورمال تمبريتشر. طيب بعدها هعمل ايه؟ هعمل الورمنج بس هجرب اورم الاوريكلز بس، الاتريا بس. تمام، وبعدين هجرب اعمل نفس التجربة دي، اعمل وورمنج برضو على الفنتركلز بس واشوف التأثير هيكون ايه. التأثير على الهارت ريت المفروض ان انا مش هلاقيه موجود، ولا لما بعمل وورمنج للاوريكلز ولا لما بعمل وورمنج للفنتركلز. الحقيقة ان الوورمنج بتاع الاوريكلز والفنتركلز ما ينفعش يكون عن طريق ان انا اصب رينجر، لان انا لو صبيته هيقع على البيز برضو حتى لو صبيت من فوق. فاللي بنعمله ان احنا بندفي التيوب ونقربها من الاوريكل بحيث نشوف التأثير هيكون ايه، وبعدين نقربها تاني من الفنتريكل ونشوف التأثير هيكون ايه. تمام، كده انا خلصت الجزء الاولاني من الاكسبيرمنت. اخر جزء ان انا هريبيت تاني بالكولد رينجر برضو على الهول هارت مره، على الساينس فينوس، وبعدين على كل جزء سيبريتلي، ساينس فينوسس اوريكلز فنتريكل. تمام، يبقى انا لو عايزه ورم الفنتريكل لوحدها هقرب التيوب السخنه من الفنتريكلز. طب هي الفنتريكلز فين في البريباريشن بتاعي؟ هتبقى بالنسبه لي فوق عند الهوك في الحته المتعلقه، لان قلنا انا قلبت الهارت، فبقى الفنتريكل فوق الاتريام تحتيه والساينس فينوسس ديبر. خلاص، الساينس فينوسس دي اللي عندنا احنا بتتفرق بعد كده في التطور بتاع الجنين للفينا كيفي. خلاص، فيبقى انا عندي كده والهارت مقلوب، بقى هتبقى الفنتريكلز فوق في الهوك والاتريا والاوريكلز تحتيها، وبعدين الساينس فينوسس تحت غطسانه جوه خالص. خلاص، فلو زي ما قلنا هسخن الفنتريكل اقرب له التيوب، هسخن الاوريكلز برضو هقرب له التيوب وهي دافيه، هسخن الساينس فينوسس مش هعرف انا اغطس التيوب السخنه جوه، فهضطر ان انا اصب الايه الرينجر اللي فيها. ده لو عايزه اسخن، لو عايزه ابرد هعمل نفس اللي عملته بالورمنج، بس بدل ما بستخدم المحلول دافي هستخدمه ساقع بارد درجه حراره 4. طيب نيجي بقى للنتائج بتاعتنا، هنلاقي ان وورمنج ذا هول هارت زي ما قلنا بيزود الهارت ريت، وورمنج الساينس فينوسس بيزود الهارت ريت، لو عملت الورمنج ده للاتريا مش هيأثر، ولو عملته للفنتريكلز برده مش هيأثر، والعكس بالعكس في الكولينج. تمام، هلاقي ان كولينج الهول هارت هيقلل الهارت ريت، كولينج الساينس فينوسس هيعمل نفس التأثير، لكن لو عملت الكولينج للاتريا لوحدها او الفنتريكل لوحدها ما بيأثرش. اطلع من كده بايه؟ conclusions بتاع الكونكلوجن بتاعتنا ان الساينس فينوسس هي البيس ميكر اوف ذا هارت، بدليل انها لما حرارتها زادت الهارت ريت كلها زادت، ولما حرارتها قلت الهارت ريت كلها قلت، في حين ان انا لما عملت الورمنج او الكولينج على اي جزء تاني من الهارت، الهارت ريت ما تأثرتش. خلاص، يبقى كده المايسترو اللي سايق الهارت ريت هي الايه؟ الساينس فينوسس. نيجي بعد كده للايفكت اوف تمبريتشر اون ذا فروجز هارت، وده باستخدام الايه؟ الورمنج والكولينج كل واحد لوحده، وطبعا ده كان اصلا باين في الايه؟ في تحديد البيس ميكر. فلو افترضنا كده ان الكيرف ده قدامي، هلاقي ان النورمال هارت ريت لو بترسم بالمنظر ده، بصوا كل دقه قلب على فكره هتلاقوها تو بيكس، يعني هتلاقوها كانها ايه؟ قبتين، واحده صغيره واحده اكبر. الصغيره دي الاتريال كونتراكشن، عشان الاتريا بيكونتراكت الاول وبعدين الفنتريكل، بعد الاتريا وبعدين الفنتريكل، فكل واحده من دول ببيت، كل واحده من دول بدقه واحده. المهم دي النورمال ريت اهي عند النورمال تمبريتشر، لما حطيت كولد رينجر على الساينس فينوسس بصوا الهارت ريت ايه؟ هديت خالص، بقت اقل كتير. لما رجعتها تاني للنورمال رجعت تاني شبه الايه المره الريت الاولانيه، ولما صبيت وورم رينجر ايه اللي حصل؟ تك 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لو تلاحظوا ان الدقه هنا اعلى شويه والدقه هنا اقل، يعني البرادي كارديا او نقص الهارت ريت
كان معاه زيادة في القوة بتاعة الكونتراكشن، وده سببه الفيلينج، انه الهارت بقى بيملى اكتر فبيبقى ستريتشد احسن. فاكوردنج لستارلينج لو، لما العضلة بتتشد شوية، لان الهارت طبعا كل ما بتستنى عليه كل ما الدم عمال يملى، فلما يتشد شوية بالدم او يملي احسن هيبتدي كونتراكت اقوى فهيديني بيت اعلى. تمام، يعني ده مش تأثير التمبريتشر، ده تأثير غير مباشر بسبب زيادة الفيلينج. ونفس القصة هنا، تأثير غير مباشر لنقص الفيلينج، ان انت استعجلت عليه ورا بعض ورا بعض ورا بعض فمبيلحقش يملى، بالتالي الكونتراكشن بيكون ضعيف. دي حتة يعني بره الموضوع بتاعنا، بس ايه حبيت اعلق عشان لو حد فيكم استغرب من زيادة ونقص قوة الكونتراكشن. فزي ما قلنا كده، الاستخدام بتاع الكولد درينجر على الساينس فينوسس هيقلل الريت، انا بتكلم على الريت يهمني السرعة، وعلى الفنتريكل ما بيقص، سوري، والورم رينجر على الساينس فينوسس بيزود الريت. طب على الفنتريكل بقى، هنلاقي ان وورمنج الفنتريكل بالكو سوري كولينج الفنتريكل بالكولد درينجر ما بيأثرش على الهارت ريت، يمكن الكونتراكشن هو اللي قل شوية لان الفنتريكل بقى كول يعني كولد. فاحنا عارفين ان الكولينج جنرالي في العضلة ما دام ما فيش عامل اخر مؤثر غير الحرارة بيوطي شوية قوة الكونتراكشن، والعكس في الورم رينجر على الفنتريكل هنلاقي الريت ما اتغيرتش، القوة هي اللي زادت شوية. اخر حاجة هنعلق عليها بقى، ان احنا ممكن نطلع من التجربة دي الفروقات، او من يعني كلامنا وشوية معلومات بقى هنطلع الفروقات ما بين الهيومنز هارت والفروجز هارت. الفروجز هارت التشيمبر بتاعتها 2 اتريا وفنتريكل واحد، اما الهيومنز هارت 2 اتريا و2 فنتريكلز. البيس ميكر بتاعة الفروج هي الساينس فينوسس زي ما اتفقنا، وبتاعة الهيومن هارت الساينو اتريال نود. احنا عندنا الساينس فينوسس زي ما قلنا بتعمل فينا كيفي، الجنكشن بينها وما بين الاتريوم او بين تاريخ الساينس فينوسس وما بين الاتريوم هو اللي بيتكون فيه الساينو اتريال نود، او بيكون ده مكان الساينو اتريال نود. الكوندكشن بتاع الفروجز هارت بيحصل عن طريق الوول على طول في الجدار نفسه بتاع الهارت، ما عندهاش كوندكتنج سيستم زينا، لكن هيومن هارت عنده كوندكتنج سيستم اللي هو الاي في بندل والبندل برانشز والبركنجي فايبرز، الحاجات دي في الهيومنز هارت لانه تخين وكبير فمحتاج سلوك توصل الكهرباء بسرعه، لكن الفروجز هارت مش محتاجه ده، هو بالجاب جانكشنز اللي في المايوكارديوم. اخر فرق البلاد سبلاي، في الفروجز هارت مفيش فيسلز بتعمل بلاد سبلاي، امال الفروجز هارت بياخد بلاد منين؟ بياخد يعني تغذيه من انهي بلاد؟ من البلاد اللي جواه، هو زي ما قلنا رفيع ورقيق، فلا محتاج كوندكشن معقد ولا محتاج فيسلز كمان تغذيه، هو الدم اللي جوه الوول بيكفي ان هو يغذيها. اما الهيومنز هارت عندنا ايه؟ طبعا الكورونري فيسلز اللي هي الشرايين التاجيه اللي البرانش بتاعتها بتخترق الوول عشان تغذي الخلايا. تمام، دي الفروقات ما بين الهيومنز هارت والفروجز هارت. احنا كده خلصنا، واشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.